العلم فعلا ملوش حدود، وجيد ان العلم ملوش حدود. وخلي بالك ان الناس اللي بتمتهن العلم لو صح التعبير، او الباحثين والعلماء، هم نفسهم طول الوقت مش بس مؤمنين بانه العلم لا حد له، لكن كل النظريات ده في رأي اي عالم، اي نظرية قابلة دائما للخطأ والتحديث والتصويب. فشوف العلماء اللي اشتغلوا قد كده على علاجات للمرض السكر، وازاي نقدر نساعد، وده مش عارف انسولين ايه، والتطوير ايه، والكبسولة اللي تحت الجلد، حاجات كتير جدا. بدأ العلماء يشتغلوا على ما يطلق عليه حاجة اسمها البنكرياس الصناعي. وفي آلاف من البريطانيين، أنا بقولك الكلام ده بس عشان نبقى شايفين العالم بيجري لفين، آلاف من البريطانيين بيستعدوا لتجربة البنكرياس الصناعي. هنا لازم يتحط سؤال، هل بكده هتنتهي معاناة مرضى السكر؟ يعني بمنتهى البساطة، هو البنكرياس الصناعي ده يصلح لأي حد؟ طب لأي عمر؟ طب إزاي إلى آخره؟ وخلونا هنا نفهم أكتر فعلا من الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا أهلا يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. إزاي حكاية البنكرياس الصناعي دي؟ عايزين نفهم يا فندم. دلوقتي لازم نكون عارفين أنه مريض السكر وخاصة من النوع الأول هو عنده نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس، يعني الخلايا اللي المفروض انها مسؤولة عن افراز الانسولين بيحصل فيها نوع من الدمور، وبتقل جدا لدرجة انه افرازها للانسولين بيقل جدا، وبالتالي كان العلاج هو علاج استبدالي، ان انا ادي للمريض انسولين لما يحتاج او حسب الوجبات وحسب المجهود اللي هو بيعمله. طبعا كان الوسيله دي بتحتاج ان احنا ندي للمريض اكتر من مره الانسولين عن طريق الحقن، وده الحقيقه كان بيكون يعني مشكله للمرضى، برغم من انه الانسولين فعلا علاج مهم للمرضى دول، الا انه وسيله تعاطي الدواء عن طريق الحقن كان بتكون مشكله، وخاصه في الاطفال اللي بيعانوا من السكر من النوع الاول. دلوقتي الحقيقة التكنولوجيا زي ما حضرتك قلت في المقدمة، ان التكنولوجيا بتستخدمها الطب بسرعة جدا علشان فعلا الناس تقدر تستفيد منها، واصبح دلوقتي في وسائل علاجية بيتم تجربتها علشان نقدر ان احنا نخفف على المرضى من المشاكل اللي ممكن تحصل عن طريق استخدامهم للدواء، او تقصيرهم ساعات في استخدام الدواء لما يكون مثلا مش متواجد او هو بعيد عن مكانه او حاجات زي كده. التكنولوجيا الحديثه الحقيقه بتفكر بطرق كتير ازاي تتعامل مع هؤلاء المرضى، منها مثلا اللي حضرتك اعلنت عنه دلوقتي اللي هو البنكرياس الصناعي. البنكرياس الصناعي الحقيقه هو وجهه نظر مفروض فيها انه بيتم استخدام ثلاث اجهزه علشان نقدر ان احنا ندي للطفل او الشخص المصاب بالسكر من النوع الاول الانسولين بتاعه حسب احتياجاته. فالنظام الاول هو بيعمل نوع من قياس السكر على مدار ال 24 ساعه طول الوقت، وبالتالي بيبقى معروف نسبه السكر عند هذا الشخص طول الوقت قد ايه. النظام الثاني بيبقى فيه زي كمبيوتر صغير بيقدر ان هو يحسب كميات الانسولين اللي بيحتاجها هذا الشخص على حسب نسبة السكر اللي موجود عنده، وطبعا لازم هذا الشخص بيدي بعض المعلومات للجهاز علشان يقدر يعرف كميات الانسولين. بالشكل ده بيقول له على الوجبات اللي هو ناوي يتناولها، وبالتالي بتحدد كمية الانسولين اللي المفروض ياخدها. النظام الثالث هو انه بيكون في مضخة صغيرة فعلا بتقدر انها تضخ الانسولين حسب الاحتياج، يعني كل ما بيتقاس السكر ونلاقيه زاد عن الحد المقبول يبدأ يضخ الإنسولين. معروف إنه احتياجنا للإنسولين هو احتياج طول الوقت، فالجسم الطبيعي المفروض إنه هو بيفرز إنسولين بشكل مستمر طول الوقت بس بكميات صغيرة، لكن كمان يرجع تاني ويفرز الإنسولين بكميات تتناسب مع حجم الوجبات اللي هو بياخدها. البنكرياس الصناعي الحقيقة ما بيخليهوش يفكر،
لأنه هو طول الوقت بيبقى فيه قياس لنسبة السكر في الدم، وبالتالي بيتم ضخ الإنسولين عن طريق هذه المضخات بشكل مستمر مع أي زيادة في نسبة السكر. كده بيعفي المريض من الزيادات الغير مبررة لنسبة السكر في الدم، أو حتى نزول نسبة السكر لو خد جرعات غير يعني مطلوبة إذا كان الإنسولين بيتاخد عن طريق الحقن بشكل زايد شوية. طيب ده يا فندم حاجة بتتزرع داخليا في الجسم ولا يعني أو ولا ليها طريقة أخرى؟ يعني علشان أنا بسأل ده ليه؟ هل ده مناسب لكل الأعمار، كبيرة متوسطة صغيرة؟ هو ده الحقيقة بيتم التعامل فيه مع المرضى السكر من النوع الأول. السكر من النوع الأول هو اللي بيصيب عادة صغار السن، وبيحصل فيه إنه بيتكون أجسام مضادة ضد خلايا البنكرياس اللي بتفرز الإنسولين، وبالتالي الناس دول ما عندهمش إنسولين. فهو بينفع أكتر للأطفال أو الناس اللي بتعاني السكر من النوع الأول اللي هم عندهم نقص في الإنسولين، لأنه الكبار إحنا ممكن بنعالجهم عن طريق الإقراص في حالات كتير، وبعض الأحيان يمكن نكون بنحتاج الإنسولين، لكن في الصغيرين إحنا ما بنحتاجش أي دواء غير الإنسولين. الإنسولين بس هو اللي إحنا بنقدر ندخله. والحقيقة إن التكنولوجيا الحديثة تتعامل مع هذه الحالات بأكتر من طريقة. يعني موضوع البنكرياس الاصطناعي هو جزء من وسائل علاجية أصبحت دلوقتي بيتم فعلا اختبارها عشان يقدر يديها للمريض أو يعالج بيها المرضى. لكن كمان في علاجات مناعية دلوقتي كمان بيتم دراستها علشان نقدر فعلا إنه أول ما يصاب الطفل بارتفاع في نسبة السكر وتبدأ عنده حالة السكر، يقدر فعلا نديله أدوية تقلل من ضمور أو ضعف خلايا البنكرياس اللي بتنتج الإنسولين، وبالتالي نقدر نحميه من السكر أو مضاعفاته على المدى الطويل. وكمان نقدر كمان الناس اللي عندهم استعداد اللي يجي لهم سكر إن احنا نديلهم هذه العلاجات المناعية، فنقوم نمنع حدوث السكر عندهم. عظيم جدا جدا جدا، أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. إذن لا زال الأمل موجود، بل بالعكس العلم قاعد عمال بيتطور علشان نقدر نحمي. يمكن أكتر حاجة ركز عليها الدكتور أشرف هم الأطفال الصغيرين.